بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. بارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله فحا المالكي أبو المثنى له قضية يقول فيها: أبي تارك للصلاة مع جماعة وفي البيت، وأنا أسكن معه ومع أسرتي التي تتكون من 11 فردا، والحمد لله أنا على عكس ما هو عليه أبي تماما، علما بأني في المرحلة الثانوية على أبواب التخرج. ما الواجب علي فعله، علما بأني حاولت معه مرات ومرات، وحدثت بعض الأشخاص الذين يعرفونه أن ينصحوه، ولكن هيهات لنصحهم، ما العمل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مما يؤسف كل مسلم حيث انعكست الأمور، فإنه كان الواجب أن الوالد هو الذي يأمر أولاده بطاعة الله ويربيهم على الخير، أما أن يكون الأمر بالعكس وهو أن الوالد هو الذي يتمرد على الواجبات ويترك الصلاة، والولد هو الذي ينصحه وينكر عليه. على كل حال، هذا شيء طيب من الولد وجزاه الله خيرا، وهذا هو الواجب نحو أبيه إذ هو أقرب الناس إليه، ولكن كان المفروض أن الوالد يكون أحرص على الخير وأن يكون قدوة حسنة لأولاده. أما ما ذكره الأخ السائل من وضع أبيه وأنه مفرط في طاعة الله وأن الإبن ينصحه ويعظه ويأمره بطاعة الله، هذا شيء يشكر له ويجر عليه إن شاء الله، وعليه أن يستمر في مناصحة والده لعل الله أن يهديه، فإن اهتدى الحمد لله، وإن استمر على حاله السيء فإن الولد إذا استغنى عن والده فإنه لا يسكن معه، بل عليه أن ينفرد بسكن يبعد فيه عن هذا الوالد السيء بعدما أدى واجب النصيحة وأدى حق والده عليه، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يكون معذورا إذا انفرد عنه في سكن يبعد عن مخالطته وعن مجالسته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف سين عين صاد من الباحة تقول: شخص محرم قطع من شفاته جلدة كانت تؤذيه فقام بقطعها متعمدا، هل عليه إثم في ذلك؟ افتونا جزاكم الله خيرا. ليس عليه إثم بقطع الجلدة التي تؤذي، لأن هذا من إزالة الأذى. جزاكم الله خيرا. رفقة قد قاموا بأداء الحج ولكنهم لم يطوفوا طواف القدوم، فماذا عليهم؟ طواف القدوم سنة ليس بواجب، لو أتوا به لكان أحسن، وإذا تركوه فلا شيء عليهم لأنه سنة. امرأة لها ابن مريض عمره 4 أشهر، فقامت في الليل من نومها فوجدته قد مات وهو بجانبها، ولا تدري هل كانت هي السبب في موته أم هو قضاء وقدر، وقد قامت بصيام 2 شهر متتابعين، فهل عليها شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه لم يتبين فيه أسباب تقتضي أنه مات بسبب أمه وتفريطها فليس عليها شيء، ولكن ما دامت أنها صامت 2 اجتهادا منها واحتياطا منها فالحمد لله قد احتاطت لنفسها، وإلا فإنه لا يجب عليها صيام 2 حتى يثبت أنها متسببة في موت ابنها. ها
هل اسم إيمان وهدى فيه مانع شرعي؟ وهل لابد من تغيير هذين الاسمين؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم ما يمنع من التسمي بهذين الاسمين. نعم. امرأة عليها قضاء بشهر رمضان فكانت تصوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، وأحيانا تصوم يوم الجمعة وحده، فهل صيام يوم الجمعة وحده في القضاء جائز؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، إنما ذكر بعض أهل العلم أنه يكره إفراد الجمعة في التطوع، أما صيام القضاء فلا بأس بذلك ولا يدخل في الكراهة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كفارة اليمين، هل لا بد فيها من إطعام 10 مساكين، أم يمكن إعطاء الكفارة كاملة لاثنين أو ثلاثة؟ وهل لا بد أن تكون في نفس البلد الذي يسكنه الإنسان؟ كفارة اليمين لا بد أن يستوعب فيها عدد المساكين الذين نص الله عليهم وهم 10، يعني يطعم 10 مساكين وكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي ما يعادل 1.5 كيلو تقريبا من قوت البلد، ولو اقتصر على بعضهم لم تجزه هذه الكفارة حتى يكمل 10، لأن الله جل وعلا نص على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني يعطي لكل مسكين ثوبا إن كان في بلد تلبس فيه الثياب، أو إزار ورداء إن كان في بلد يلبس فيه الإزار والرداء، أو يعتق رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صار 3 أيام، فهي تجمع بين تخيير وترتيب، تخيير بين الثلاث الخصال الإطعام الكسوة العتق، وترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام، ولا يتعين أن يخرج كفارة اليمين في البلد الذي هو فيه، لو أخرجها في بلد آخر أجزأ ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صبي محرم وعمره 8 سنوات ضربته أخته ضربا مبرحا حتى أثرت على جلده من جهة ظهره، وخرج على إثر ذلك الدم، هل يؤثر ذلك على الإحرام؟ هذا لا يؤثر على الإحرام، ولكن هذه الأخت أخطأت في ضرب أخيها إلى هذا الحد، أما الإحرام فإنه لا يتأثر بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جازان مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم يسأل ويقول: عند صلاة المغرب أدركت الإمام عند الجلوس قبل الأخير، وأدركت معه الركعة الأخيرة، ثم وبعد سلام الإمام قمت للإتيان بالركعتين، حيث أتيت بالركعة الأولى ثم قمت دون الجلوس، وأتيت بالركعة الثانية وجلست الجلوس الأخير وسلم، ولكن هنالك من قال يجب أن تجلس عند الإتيان بالركعة الأولى ثم تتقدم ثم تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتجلس الجلوس الأخير وتسلم، أفيدونا عن حكم ما فعلت وعن صحة ما قالوا جزاكم الله خيرا. ما فعلته خطأ، قد تركت التشهد الأول، وما قالوه لك هو الصحيح، كان الواجب عليك أن تقوم وتأتي بركعة تضيفها إلى الركعة التي أدركتها مع الإمام، وتكون في حقك الأولين من صلاة المغرب، ثم تجلس بعدهما وتأتي بالتشهد الأول، ثم تقوم وتأتي بالركعة الأخيرة الثالثة، ثم تجلس بعدها للتشهد الأخير، كان هذا هو الواجب عليك. ولكن يا بنت فعلت هذا عن جهل، فإن صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولكن عليك في المستقبل أن تعرف هذا الحكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خالد محمد من الدمام بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: كثيرا ما أتوضأ داخل الحمام، هل يجوز ذلك خاصة مع عدم وجود مكان آخر للوضوء إلا في الحمام؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس للوضوء في الحمام إذا لم يكن فيه نجاسة تصيب ثيابك أو بدنك، فلا بأس بذلك إن شاء الله، وحتى لو كان فيه مكان آخر فتوضؤك في الحمام مجزي وصحيح إذا استكملت أحكام الوضوء وأتيت به على الوجه المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا جلست في مجلس لم يلتزم الجالسون فيه بذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أذكر الله وصليت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، فهل يكون عليك إثم إذ جالستهم أم تكون على غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن الذكر كان في نفسي. الحمد لله، ذكر الله في نفسك أو بلسانك شيء طيب، وقد فعلت ما هو المشروع، ولو أنك وعظتهم وذكرتهم وأمرتهم بذكر الله
عز وجل، وذكرت لهم أن المجلس الذي لا يذكر الله فيه أن أهله يقومون عنه كما لو قاموا عن جيفة الحمار كما جاء في الحديث، لو ذكرتهم بذلك فكان ذلك أحسن من أنك تسكت عنهم. جزاكم الله خيرا. قبل أن ندخل في الصلاة أشمر البنطلون ليكون عند الكعبين خوفا من الإسبال في الصلاة، ما حكم ما فعل وهل يؤثر الإسبال على صحة الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الإسبال محرم، المراد به ما نزل عن الكعبين من الملبوس للرجال من ثياب أو إزار أو بشت أو سراويل، كل ذلك يعد من الإسبال لقوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. أنت أحسنت في تعاهد سراويلك ورفعها عن الكعبين، وكان هذا يجب حتى في غير الصلاة، يجب أن لا يكون نازلا عن كعبيك شيء من ملابسك في الصلاة وفي غيرها. الإسبال محرم في الصلاة وفي غيرها، لكنه لا يبطل الصلاة، وإنما يأثم به المسبل لكن لا يبطل الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أصلي الفرض أحيانا في مكان العمل جماعة ثم ألحق جماعة المسجد، فأنوي إن كان الوقت الظهر أنوي أنها السنة الراتبة البعدية أو مما علي. أصلي الفرض أحيانا في مكان العمل جماعة ثم ألحق جماعة المسجد، فأنوي إن كان الوقت الظهر أنوي أنها السنة الراتبة البعدية أو مما علي، فهل ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا. ما فعلته غير مناسب، ما دمت ستذهب إلى المسجد فلتصلي مع الجماعة في المسجد، هذا هو الواجب. من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي في المسجد، فاذهب إلى المسجد وصلي معهم الفريضة وصلي بعدها الراتبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قوله أو مما علي، ما هو تفسيرها لديكم يحفظكم الله شيخ صالح؟ كأنه يقصد أن عليه قضاء فوائد، فإذا نوى بذلك قضاء فائتة من الفوائد التي عليه صح ذلك. لكن كما ذكرنا ما دام أن المسجد قريب منهم ويسمعون الأذان واجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل جلوسك وحيدا يعتبر مجلسا يكون عليك أسره يوم القيامة إن لم تذكر الله فيه؟ نعم، كل المجالس سواء كانت مجالس جماعة أو مجالس أفراد يستحب أن يشغلها بذكر الله عز وجل، أو أن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل فيها ولو بعض الأحيان، سواء كان فردا أو مع جماعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية مستمعة تقول المرسلة أم رعد، لها قضية مطولة بعض الشيء. تقول تقدم لابنتي شاب من أقاربنا وعمره 21 سنة، ولكن بعد أسبوع وقعت له مشكلة بينه وبين أشخاص في العمل، وجاء وهو غضبان ولا يدري ماذا يفعل، فذهب إلى بيته واغتسل ومن ثم صلى ركعتين لله وجاء إلينا، وعندما سألناه عن السبب لم يجب وخرج من عندنا وأطلق رصاصة في كتفه وتوفي على الفور. ولكن تبين في التقرير الشرعي أنه كان لا يريد قتل نفسه، وقبل قتل نفسه نطق بكلمة لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله. أرجو أن تخبروني هل يجوز لي قراءة القرآن على روحه، وهل يجوز الاستغفار له؟ صدقوني أنني دائما أقرأ على روحه وأستغفر له، أرجوكم أخبروني. ما فعله هذا الشخص من قتل نفسه فعل محرما شديد التحريم، أن الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان قتل نفسه أو قتل غيره من المسلمين، ولكن قتل نفسه أشد. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد الوعيد على من قتل نفسه، وأنه يأتي يوم القيامة في نار جهنم ويفعل بنفسه كما فعل في الدنيا، إن كان قتل نفسه بسم فسمه في يده تحساه في نار جهنم، وإن كان تردى من شاهق فإنه يتردى في نار جهنم، وإن قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم. هذا وعيد شديد لكنه لا يخرجه من الإسلام، فهو مؤمن فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب يستغفر له ويدعى له.
ويتصدق عنه ويحج عنه ويعتمر لأنه مسلم، وينفعه ذلك بإذن الله إذا تقبله الله. أما قراءة القرآن على روحه أو قراءة الفاتحة فهذا لا أصل له، هو بدعة محدثة، وإنما يقتصر على ما جاء في الأدلة من الصدقة والاستغفار والدعاء والحج أو العمرة عنه، كل هذا ينفعه بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح تقول بعد أسبوع من تلك الحادثة رأت في المنام بأن السماء فتحت ونزل منها شيء مثل البرق، هل تكون هذه رحمة كما تسأل؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم بذلك، ولكن هذا الرجل فعل محرما، ولكن نرجو الله أن يغفر له لأنه مسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة القريات المستمع مفلح عناد الغنيمي يسأل ويقول: بينوا لنا حكم تارك الصلاة الذي هو مقر بوجوبها ولكن لا يصلي، هل يطلق عليه الكفر ويقال له كافر؟ لأني سمعت من بعض طلبة العلم يقول إذا كان مقرا بوجوبها لا يكفر، هل هذا صحيح أم أنه يكفر؟ نأمل توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان يقر بوجوب الصلاة ولكنه يتركها تكاسلا، قد اختلف العلماء فيه هل يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من الملة، على قوله الصحيح أنه يكفر الكفر المخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والكفر إذا عرف بالألف واللام يراد به الكفر الأكبر، ولأنه ترك الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة التي هي عمود الإسلام، وقد جاءت الأحاديث والآيات والآثار عن السلف في كفر تارك الصلاة وخروجه من الملة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين فيكون كافرا. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقرن ترك الصلاة بالتكذيب والتولي عن الدين والعياذ بالله. قال تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر، يعني ما هو السبب الذي أدخلكم النار، فكان أول ما أجابوا لم نكن من المصلين. قال تعالى في الكفار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، إلى غير ذلك من الأدلة، مع ما جاء في السنة مثل الحديث الذي ذكرنا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا هو الصحيح، ولأنه لا يمكن أن الإنسان يعترف بوجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام وأنها عمود الإسلام ثم يتركها، وهو يعترف أنها عمود الإسلام وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. فمن كان يؤمن بهذا فإنه لا يترك الصلاة، فتركه لها دليل على أنه لا يؤمن لأنها بهذه المثابة من الدين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أثيوبيا رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم حاء ألف، يسأل ويقول: ما حكم من حلف بأبي أو حلف بأمه أو بحياته أو بموته؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله شرك ولا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فلا يجوز الحلف بالمخلوق، لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالآباء ولا بأي مخلوق ولا بالأمانة، وإنما يكون الحلف بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ معناه أن الإنسان يسير إلى الله عز وجل، وأنه صائر إلى الله وراجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيحاسبه بأعماله ويجازيه عليها، فملاقيه ملاقي ربه عز وجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى
أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لا بد للناس من هذا المصير، إما أن يكونوا من السعداء وإما أن يكونوا من الأشقياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.